معانا بطلة نجمة فعلا من نجمات الجيل الذهبي في اللعبة دي. بنتكلم عن لعبة كرة الطائرة الفولي بول، نتكلم عن مع واحدة من نجماتها النهاردة اللي بيحققوا أرقام وبطولات جيدة جدا. هي قادرة أنها تتكلم عنها طبعا بالتفصيل. معانا هنا النهاردة ندى وليد. ندى وليد علي بالزبط. بنت الكابتن طبعا وليد علي، كان بيلعب نفس اللعبة بالزبط. بس هو بيلعب كان في مركز ايه؟ أربعة الضريب. وانتي ليبرو، والليبرو ده انا عارفه ان بيختاروه يعني وفقا لطوله، وكل ما يكون قصير يبقى الليبرو حلو. كلميني اكتر، انت طولك كام؟ 166. فطبعا اطول مني. طب الحمد لله. انا 164. ازيك يا ندى؟ انا الحمد لله. عامله ايه؟ كله حلو الحمد لله. قولي لي بقى، اللعبه ديت علشان باباكي ولا انت موهوبه فعلا فيها؟ اخذتي وقت علشان تلعبي اللعبه ديت؟ كان عندك هوايات تانية؟ ومين اللي اختار لك اللعبه في الاخر او انت؟ لا، هو انا ما اخترتش، انا عيلتي كلها بتلعب فولي. فانا مامتي بابايا وعمي، فانا ما فيش اوبشن ان انا اخش حاجه تانية. بروح مع بابا، وبابا لما خلص يعني لما بطل ادرب في نادي الطيران. فانا كنت بروح معاهم مبسوطه، كنت صغيره قوي، كان 6 سنين يعني. كنت بتلعبي في الطيران انت؟ اول سنه قعدت سنه في الطيران وانا صغيره، وبعدين رحت الاهلي يعني. وانا هو من اول ما شافوني من وانا صغيره، انا كنت قصيره جدا وانا صغيره برضو يعني، بس فهو وبتجري وبجري وبقع ومش عارف ايه، فقالوا دي ليبرو يعني، ما فيش مركز تاني ليه هيبقى كويس. بس لعبت مثلا 3 أو 4 سنين كده ضريبه، بس طبعا في مستويات الكبار ما بنطش لازم اقلب على طول والحق نفسي يعني. بس فمن ساعتها بقى وانا خلاص يعني، انا بقى لي 4 سنين بالظبط ليبرو. الليبرو ده في الطايره صانع العاب يعني؟ لا، صانع العاب ده بصير. طب الليبرو ده بقى ايه يعني؟ هو دور الدفاع. دور الدفاعي بس. انت بس ليه برضو وظيفه تانية في الطايره؟ بسمع ولا هو بيستقبل اول كوره وبيدافع. تمام. فانت نشاتي في بيت كله بيلعب نفس اللعبه؟ حتى اخويا يعني ما فيش. انتوا 2 بس في العيله بالزبط. يعني اخ واخت. فانت بتلعبي اللعبه ديت عشان يعني يعني اتولدتي لقيتي نفسك في امر واقع بيلعبوا اللعبه دي. بتلعبيها بقى لك قد ايه قلتي؟ من وانا عندي 6 سنين. كم سنه يعني؟ ما شاء الله. مش عارفه، انا عندي 21، فممكن ما شاء الله عليك. مش عارفه ما شاء الله عليكي. انا كمان هنا في يمكن انتم عندك بطولات كتيره جدا، يمكن انت خلاص الدوري ناقص ماتشين علشان تحسموا الدوري، محققين انتم متصدرين دوري كره الطايره بنات. كلميني برضو عن البطوله دي عشان انت بتنتظرك كمان بطولتين افتكر، مش كده؟ واحده في 4 وواحده اتلغت بقى. لا، بطوله عربيه مش هتلعب خلاص عشان الكورونا، هي اتلغت فوقتها عدى، كانت في 1. وبعد الدوري بقى ان شاء الله هنلعب الكاس. تمام. قولي لي بقى، الدوري ماشيين فيه حققتوا ده ازاي؟ بنقول تقريبا ناقص لكم ماتشين علشان تحسموا اللقب. بتعملي ايه علشان ده؟ هو عامه احنا يعني كل سنه في الدوري بنحب ان احنا اللي هو نحسم الدوري بدري عشان بيبقى احسن لينا، واحنا بقى اللي هو في الاخر بقى كله ايه، بيبقى خلاص بقى احنا احسن الدوري، فكل عايز يلعب براحته، كل عايز يوري يعني للكابتن انا مهاراته وعامله ازاي وانه كويس. بس فاحنا الحمد لله لحد دلوقتي يعني كسبنا كل الماتشات، فعشان كده احنا متصدرين لحد دلوقتي. هو بس الزمالك هو اللي بعدينا على طول. الزمالك المركز الثاني. انت ليك استعدادات معينه؟ في تدريبات معينه بيعملها مثلا البوزيشن ده علشان انا البوزيشن بتاعي اهم حاجه ليه فوت ورك. لازم الفوت ورك. الجيم طبعا مهم، بس طبعا مش زي الضريبه، لان الضريبه بتبقى عايزه الجيم عشان تنط ومش كده يعني. بس لكن احنا فوت ورك لازم اجري كتير كده يعني. بس وانت كمان بتدرسي يا ندى؟ مش كده؟ تالته جامعه. بتدرسي ايه؟ انا بيزنس. ما شاء الله. وانت بتعملي ازاي بتوافقي بين الاثنين؟ هو موضوع صعب قوي، بس الكورونا خلتنا يعني بقى الجامعه اونلاين، فالموضوع بقى اسهل، ان انا مش بضيع وقت يعني اروح الجامعه اضيع وقت. لا، هو انا باخد اللكتر وانا في البيت اخلص انزل على التمرين يعني. وكنت بتعملي كده ايام الكورونا مع التمرينات يعني؟ كنتوا بتضربوا في البيت ولا لا ما كانش فيه مجال؟ ما كانش فيه يعني عشان مش عارفين قوي. لا، ما كناش بنتدرب بالذات في اول الكورونا يعني. اول ما سمعنا فيها ما كانش الموضوع لسه عارفين في ايه، فكان الناس بقى بتفتح اونلاين وبتتدرب وبتروح الجيم اونلاين برضو. لا، حاجات كده. ما عملتش كده. ما كنتش بتعملي كده؟ لا الصراحه. ما كنت بتعملي ايه؟ ما كنتش بعمل حاجة، بخرج عادي. بتخرجي؟ وبعدين؟ بس بعد الكورونا نزلنا بقى طبعا، احنا لما نزلنا التمارين يعني كابتن رانيا وكابتن حمدي طبعا ما سابوناش، ما حدش بيعمل حاجة يعني، فعملنا فترة اعداد يعني جامدة قوي، بس عشان كده عرفنا نرجع تاني لمستوانا يعني. قولي